جديد البنات ديال الهبال جابوا هاد لاكريم. هادو البنات راه ديال الورد وديال الارغان ديال المغرب. ها انت اختي شفتوا اللي لابو ديالها سيش الاخوات وجابوا هاد الزيت هادي حتى هي البنات ديال الوجه حتى هي البنات ديال الارغان. يا سلام رائعه. وكاين يا اختي باش كتنطوي الوجه والكريم ديال اليدين البنات واثمنه اللي رخيصه بزاف. كثيرة البنات جابوا، شوفي لي اختي شوفي لي الزعفران البنات الزعفران يا اختي جابوا البنات الزعفران في ليدل. شوفوا لي الثمن ديالو 2.99 يا اختي. ها هاد الزبده هادي راه هي اللي كنستعمل في الحلوه في كلشي البنات عن تجربه. شوفوا لي الثمن ديالها نص كيلو اورو 49 ديال الهبل. الاخوات جابوا كريمات يا سلام البنات. هاد لاكام هادي اكثريه كتوافق الناس اللي عندهم البشره حساسه، وهاد لاكام هادي اللي لابو ديالها ساش الهبال ديال الكريم اليوم البنات لقيت في ليدل. عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير. المهم البنات اليوم جودي جيت نبارطاجي معكم البرومو ديال هذه السيمانه. غادي نبداو البنات ببوعويضل. ها هي البنات البواغ فيها كيلو، كاين جودي باركيت بحال هكا البنات فيهم كيلو، الثمن ديالهم اورو 79. حاطين هاد التفاح هذا اخواتي، هذا راه فيه 2 كيلو كتجي شاصيه كومسا البنات. فيها هنا البنات مكتوبه كيلو ونص، اذا ماشي هي هذه. بغيت نشوفوا لا هي هذه الاخوات. ها هي شفتوا تبقاو البنات تردوا البال لان محطوطه هذه كيلو ونص، راه هذه اللي فيها البروموسيون. ها هي الاخوات فيها 2 كيلو 2 كيلو. ها هي فرشتها هي الاخوات شفتوا 2 كيلو 2.49. كاين البنات هاد البنان هذا ديري ليه اورو 19 اورو 19 للكيلو. ها هي البنات ترو البنات ديال الاسبان 2.79 الكيلو. البنات الفريز بغيت نشهيكم واحد الشويه. ها انت يا اختي شوف هاد السليلات شحال زوينين الشرناس كيجيو هكا ديال الفريز البنات، وحاطين هاد الموديل هذا شو الاخوات. المهم بغيت نوريكم الفريز ما لقيتش البنات الثمن مافيشي. كاين اخواتي ديال المغرب ماروك فيه 2 كيلو، الثمن ديالو 3.98 البنات. كتجي هكا في سيكان فيها 5 كيلو، الثمن ديالها 4.49. الاخوات راه حطيت لكم فيديو غير هذا الصباح هذا ديال اير كوماركات البنات، ودرت لكم جوج مكازات في خطره وحده باش تقارنوا ما بين الاثمنه، المكازا ديال البركه والمكازا ديال اير كوماركات. واير كوماركات البنات راه لقيتها دايره 3.99. كاين بزاف ديال الميزات الاخوات، دخلوا تفرجوا في الفيديو غنحطوا لكم في اول تعليق اللي مازال ما شافوش يشوفوا البنات. شفت هي البنات راه ديال المغرب فيها كيلو، المهم هذه شويه كوميم 2.99. ها هي الاخوات 2.99. وكاين هذا الموديل هذا البنات دايرين 99 سنتيم، هذا فيه 250 غرام. ها هي البنات ديال المغرب 250 غرام. بودنجا البنات الثمن ديالو 2.49. القرعه الكورجيت البنات راه باقا بروموسيون. ها هي القرعه خضراء راها قاصحه البنات زوينه. المهم ها انتوما فاش تلقاو شي كارطونه خاويه كومسا البنات تبقاوش تهزوا الشياطه ديال الناس، هزوا كومسا سميتو هزوا الكارطونه وخذوا البنات من يعني من الكارطونه اللي كتكون لتحت راه كيكون داكشي جديد البنات. الثمن ديالها اورو 99 حق ديما كيكونوا دايرين كارطونه فوق كارطونه، فاش تشوفوا شي حاجه بقات هي هنا عيانه ما زويناش تبقاو البنات تجبدوا من التحت ما تاخذوش الحاجه اللي ما زويناش. اورو 99 الكيلو. شامبينيون البنات راه ديري ليه بروموسيون فيه 400 غرام 400 غرام البنات، جودي باركيت على هذا الشكل هذا اورو 65. هاد الصالاد هادي راه 99 سنتيم، راه دايرين ليها بروموسيون الاخوات 99 سنتيم لابياس. الشوكو الاخواتي راه باقيين هاد فيرورو روشي دايرين له بروموسيون اوف سبيسيال البنات، الثمن ديالو 4.69 فيه 200 غرام. وهاد رافائيل وهذا البنات راه ديال الكوك، هذا ديال فيرورو حتى هو البنات كيكون ديال الكوك زوين هذا حتى هو، راه باقي بروموسيون البنات 4.69. الاخوات راه ناتشيغ كيجي فيها هكا ثلاثة ديال الحكيكات ناتشيغ البنات، راه دايرين ليه ستيغ لو دوزيام 60%، يعني الأول كتاخذيه بستة أورو 39 والثاني كيبقى لك غير بجد الأورو 55. جديد ديال ليدل البنات جابوا هاد لاكام هادي اللي مانيفيك البنات، وراه دايرين ليها بروموسيون. شوفوا لي الأخوات جابوا شامبوان، المهم أي حاجة كاين هاد الموديل هذا أخواتي، وكاين هاد الموديل هذا، وكل موديل بأبخي شامبوان ديالو وبصوان البنات ديالو. ها هو الصوان. المهم كاين هذا البنات بالنسبة اللي عنده الشعر ناشف بزاف، اللي شعرها ناشف البنات شعرك يعني يعني كتحسي به كي كنقولوا حنا مشحلف شتو البنات، هذا زوين هذا. المهم كاين هذا شامبوان، وكاين اخواتي الابخي شامبوان، ها هي ابخي شامبوان، وكاين البنات هذا الصوان ديال الشعر
هذا الاخوات هذا راه بحال كتعالجوا شعرك شي حاجه زوينه. قال لي كتخليه غير 3 دقائق في شعرك البنات، 3 دقائق في شعرك راه زوين الا بغيتوا تجربوه. نقول لكم الاثمنه الاخوات، المهم كاين الماسك ديال شعر البنات راه كندير 4 اورو 29 ودايرين له غير 3 اورو الاخوات، وكاين ابخي شامبو البنات كندير 3 اورو 4 اورو 55 بقى لكم 3 اورو 18، وهذا البنات هو 4 اورو 45 غيبقى لكم ب 3 اورو 11، يعني 3 اورو 3 اورو شي حاجه باش غيبقى لكم البنات شي حاجه اللي رائعه. البنات جربوها راه واعره هاد لي ماسك هادو البنات، حتى هما اللي كيبقاو رائع البنات، وخصوصا هذا البنات ديال البنان هذا اللي عنده حتى هو البنات ديال اللي شعرو البنات ساش اللي شوف ديالو البنات الشعر ديالك كتلقيه ناشف بزاف، خذي هذه ديال البنان زوين هذا البنات. المهم راه حاطين فيه جوج ديال لي موديل الاخوات. المهم نقول لكم التمره ماشي اوفر سبيسيال ولكن كوميم الثمن ديالو 2 اورو 85، وهذا لي شامبوان البنات راه باقي ندير لهم اوفر سبيسيال. ها هي اختي شوف 3 اورو 29 3 اورو 35 ماشي بزاف ديال لا ديفيرونس. هذه البنات راه اللي شعرو يعني بحال كتحسي به مهرس واكل العصا مهلوك، هذا خذي هذا. وهذا البنات هذا الحمر هذا بالنسبه لي كيدير لي ماش، وبالنسبه اللي كيدير الصباغه لشعرو، لان ابخي لي ميش وابخي الصباغه ديال الشعر الشعر كيتحلف البنات مسكين كيتحرق، وفاش كتبداي تغسلي فيه كتبقاي تسمعي ديك كغ كغ. هذا البنات زوين، هذا ديال ال سي البنات راه كلهم هذا 150 مللت هذا 200 كلهم زايدين فيهم. وهذا البنات اللي شعرو طويل هذا الليموني هذا نشوف هو اللي شوف وي اللي شعرو طويل حتى هو وشعرو طغدو وشعرو البنات حتى هو واكل العصا، راه ديري لهم البنات اوفر سبيسيال، وكيكونوا البنات في هذه المناسبات راه زايدين فيهم الاخوات، راه فريمون راهم باقيين محطوطين اوفر سبيسيال. لا الاخوات راه كتجي على هذا الشكل هذا ديال الطاليه البنات، ديري ليها بروموسيون كندير جوج اورو 9 ديري لها 34% غتبقى لكم غير اورو 37. فوماج غافي هذا البنات هذا ديما كناخذو انا، راه بارطاجيته معكم غير المره اللي فايته، راه دايرين له دابا اوفر سبيسيال. كيعجبني البنات كيكونوا فيه 3 ديال لي شاسي كوم سا، يعني ماشي فاش كتكون شاسيه كبيره كتحليها، المهم البنات كتخافي يخسر هذا غير كيجيو فيه 3 ديال الشاسيات. شو البنات راه تبارك الله راه تمشى يعني 3 ديال الشاسيات وكل شاسيه فيها 70 غرام البنات، كتجي على هذا الشكل هذا. ديري لي البنات اوفر سبيسيال يعني من اورو 99 غيبقى لكم باورو 75. اخر مره خديت هذه هذه البنات شفتوا كتجي هكا راه ناتشيغ، هاي البنات راه ما فيها والو دايره اورو اورو 17 البنات جوج ضربه فيها 6. عرفتي شنو درت ليها الاخوات؟ خديتها وشديتها وحمرتها واحد شويه في المقله ودرت واحد شويه ديال البيشاميل، وهذيك البيشاميل درت فيها الفرماج البنات، يعني باش كتجي بحال لاصوص ديال الفخوماج. وهادو فاش تحمروا خويت عليهم ديك لاصوص كومسا قطعتهم كومسا طريفات وعطيتهم لوليداتي، والله البنات الا عجبوهم انا عندي وليداتي باش ياكلوا ليك راه صعاب عندي اختي والله ما كيبغيو ياكلوا ليا تيشيبوني. عرفتي عجبوهم البنات، الا بغيتوا تجربوا الطريقه راه زوينه. شوفوا لي الثمن ديالهم الاخوات غير اورو 17، كنبغي نبارطاجي معكم اي حاجه الاخوات فريمون، يعني كيف ما تستافد انا نستافدوا حتى نتوما، حيت كنبغيكم بزاف الله يخليكم ليا. راه هي اللي كنستعمل عن تجربه الاخوات، زبده زوينه كنصايبها كنستعملها في الحلوه في اي حاجه في اي حاجه البنات، راه فيها 500 غرام الثمن ديالها الاخوات اورو 49. اكل الاخوات كنشري هذه وكنشري هذه، هادو البنات كناخذهم هكا فاش كناخذ من ليدر كناخذ حتى من كارفور. المهم هذه البنات راه دايره 250 غرام، شو الاخوات 250 غرام، وتنقول فين شفتها جد الاورو 45. وكاين هذا الموديل هذا اخواتي هذا حتى هو فيه 250 غرام، هذا 240 هذا رخص، هذا ما بيناتهمش بزاف 5 سنتيم. شو البنات زوينين هادو هكا تديري بهم بغرير مسمن بلي واش راك تهلي لينا من دابا، يعني باش ترطبي هذه ماشي ديال الطياب زوينه البنات، هانتي هذه راه زبده ماشي مارغارين. هادو البنات هاد العويدات ديال الفاني شو الاخوات راه دايرين ليهم 4 اورو 99. هذا البنات حتى هو دايرين ليه اوفر سبيسيال، هذا البنات كيجي فيه الزيت ديال الزيت هذا الاخوات ماشي ناتشور، هذا كيجيو فيه 4 ديال الحكيكات 4 البنات الثمن ديالهم 4 اورو 69. كثير البنات جابوا لنا الزعفران، ها هو الاخوات الزعفران شعره، هانتوما البنات اللي بغات الزعفران راه جابوه في ليدل، شوفوا لي الثمن ديالو 2 اورو 99. حتى هاد الفاني هذا هذا ما كيكونش غالي ولكن البنات ما مافيشيش الثمن. هانتوما البنات حاطين هاد البيض هذا هذا البنات هذا تقريبا ديال السمان هذا البنات فيه 18 بيضة زوين هذا الاخوات الثمن ديالو 2 اورو 39. البنات هذا اكثريه كتستعمليه، تقدري تستعملي شي بسطيلات تستعملي الدجاج المحمر تستعملي اي حاجه،
وديري البنات وتاخدي رزه القاضي، صايبي رز القاضي كتجي البنات وكتحطيها بحال هكا من الفوق فوق الدجاج المحمر ولا فوق سميتو، وكتجي بحال العش وتسلقي هذا البيض هذا تسلقيه وتحطيه فوق هذيك رزه القاضي ديري لها بحال العش، وكتجي واحد الديكور زوين البنات بحال العشيش وفوقه البيض، وكتقدمي الطبق وكيجي يا سلام. ديت البنات جابوا واحد لاكام ديال الهبل البنات، شوفوا لي الاخوات كريم ديال الفيزاج، هذه الاخوات فيها الورد بالورد وارجال البنات ديال المغرب، ها انت اختيها ها هي شفتيها ماروك البنات، هذه اللي الجلده ديالها ناشفه لابو ديالها سيش بزاف البنات، هذه راه واعره اختي عندك هذه، وهذا البنات الزيت ديال الوجه هذا، هذا ديال لابو يعني ديري فين ما درتي، ولكن زوين البنات للوجه كيرطب الوجه هذا البنات. وكاين الاخوات هذا باش كنيطوي ولا هكا باش كتنيطوي وجهك تحيدي الماكياج تحيدي كلشي، وكاين الاخوات حتى الكريم ديال اليدين هذا زوين البنات هكا كديريه في ساقك يعني وهكا فهمتوا البنات، فاش كتكوني خارجه كومسا كتبغي ديري شي كريم هذا زوين ديال الصاك، انا كيعجبني ديما كندير واحد كومسا في الصاك ديالي. المهم هذا كريم ديال لي ما اورود 39 هذا اللي وريتكم البنات، هذا ديال نيطواياج البنات اورود 39 اثمنه اللي رخيصه البنات. الكريم ديال الكريم البنات ها هي شو ديال النهار، هذه راه كريم ديال النهار زوينه 3 اورود 99، وهذا ديال هذا البنات هذا شفتوا اللي فيه ديال الزيت الاخوات راه غير اورود 99 كلهم البنات دير لهم اوف سبيسيال. جديد البراعكم اليوم براعكم البنات هذه السيمانه بلا كريم، شوفوا لي الجديد يا اختي البنات هذا الكريم راه بيو، شوف البنات راه طبيعي، شوف البنات راه ناتور 98% البنات طبيعيه البنات، هذه ديال انتي بوليسيون ها هي الاخوات ديال لي ميكروب البنات، يعني باش كتهدي كديريها كتحمي لك وجهك بحال فاش كنخرجوا البنات هكا الشارع كنخرجوا الدخان ديال الطوموبيلات الاوساخ لي ميكروب كاين اللي البشره ديالو حساسه، هذا اكثريه يقدر يوافق الناس اللي البشره ديالهم حساسه كيحمي لك البشره ديالك، هذا بيو البنات لا مارك ديال سيان رائع، شوفوا لي راه واثمنه رخيصه. المهم هذا كريم البنات كيحمي لك البشره من لي باكتيري من كل شيء، وهذا باش كتنيطوي اختي في الليل هكا كتبغي تنقي وجهك الليل النهار فيه اختاش ما بغيتي كتحيدي منه الماكياج تنقي وجهك البنات، هذا راه ديال الماكياج. وكاين اخواتي هذا سيروم هذا حتى هو ديال انتي باكتيري البنات ديال انتي هاي بوليسيون البنات، يعني كيحمي لك الوجه ديالك وزوين ومغذي وطبيعي وما عندك مناش تخافي البنات كلشي. هاد لاكام هادي انا كنظن بالنسبه هاد لاكام غادي توافق الناس اللي لابو ديالهم حساس، والاخوات حتى اللي ما حساش هاد لي كريم راهم زوينين كمرطب ديال النهار ويحمي لك البشره ديالك شي حاجه اللي رائعه. وهذا البنات كونطوق ديال لي زيو هذا كنديروه البنات في هذيك الدواره ديال العين ديالنا، شفتوا هذا راه ديال لي زيو هذا الاخوات حتى هو زوين وبيو، شوفوا لي الاخوات الاثمنه ها انتم البنات. المهم الكريم ديال 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 النهار المهم مغبي غادي تكون شي 3 المهم 3 اورو 60، السيروم البنات هذا السيروم الثمن ديالو 3 اورو 99، وهذا الكريم هذا ديال لي زيو البنات 3 اورو 69 ها هو البنات، وهذا 2 اورو 59 السيروم البنات فريمون اثمنه اللي رخيصه وواحد لاكام لي بيو ورائعه. الاخوات راه دايرين ليه اوفر سبيسيال، شوفوا لي البنات فيه 20 كابسيل اوفر دايرين لك غراتوي 13 كابسيل البنات 13 غراتوي البنات، شوفوا الثمن ديالو 11 اورو 49 اوفر سبيسيال، واحد الزيوت اللي رائعه الاخوات. المهم نبدا لكم بهذا الاولا نبدا لكم بالقرعه البنات، انا عمري ما جربتها ولا مارك ديالها واعره البنات شفتوا فيها البنات 250 مللتر الثمن ديالها 4 اورو 39، وهذه اللي عجبتني هذه الاخوات هذه غتكون زوينه هكا البنات في لي سالاد ديال البيستاج، هذه كنظن غيكون الكو ديالها زوين الثمن ديالها 4 اورو 39 ديال البيستاج الاخوات. وكاينه هذه ديال النوازيت هذه راه رخيصه، هذه البنات راه دايره الثمن ديالها كتجي هكا ديال النوازيت البنات الزيت 3 اورو 39. الملحه هذه ديال الهيمالايا الملحه ديال الهيمالايا شو البنات 250 غرام زوينه البنات 4 اورو 19، وكتجي هكا فيها طحانه ديالها شو البنات زوينه هذه غتكون صحيه. اللوز بودر راه باقي محطوط ها هو اوفخ سبيسيال داير لي 34% اوفر البنات، اللوز ميتري ما لقيتوش البنات ما عقلتش راني بارطاجيتو معكم السيمانه اللي فايته كان اوفخ سبيسيال. وكاين هذا البنات ديال الشوكولاط راه داير لي اورو 9 اورو 62 ها هي البنات فيه 34% اوفر زوين، وحتى هذا البنات راه باقي تاخذي 3 وعندك وحده اوفر. هذه البنات هذه البنات ديال الفاني
ديال الفانيل البنات، راهم ندير ليهم جات وحده غاتوي منو ثلاثه. وكاين هذه البنات ديال الحلوه تي راه اوفر سبيسيال، هذو البنات راه ينفعوكم يا اختي واخا تخزنيها للعيد. البنات 3 أورو 99 اوفر سبيسيال، زوينين راه كاين حتى في اكسيو الاخوات. البنات حتى هاد لي ماسك هادو راه داير ليهم اوفر سبيسيال البنات، هادو زوينين البنات. هذا ديال الكوك وكاين ديال ارغان، شوف الاخوات الكوك وكاين ارغان، واش باقي ديال ارغان؟ هو هذا، شوف البنات هذا ديال ارغان وي دارغون، ها هي البنات الكوك وديال ارغان. هادو ماسكات ديال الشعر البنات اللي رائعين رائعين، الا بغيتو تجربوهم راه باقي البنات ديرو اوفر سبيسيال 5 أورو 89. وكاين حاطين حتى هاد الماكياج ديال الحجبان، هذا ديما كنبارطاجيه معكم الاخوات غير القلمات، راني قلت لكم انا اللي ساليتهم. هادو زوينين البنات ديال الحجبان، الماكياج ديال الحجبان اخواتي. كاين هادي باليت ديال الحجبان، هادي ماسكارا كتوقفي بها هكا الحجبان البنات باش كتفيكسيهم، خصوصا اللي كيكونوا عنده حجبان شويه كثار، وحتى اللي كيرسمهم كدير لك دوك الخطوطه باش كيبانوا ناتشور البنات. شتو زوينين باليت بودغ البنات 2 أورو 49. لا باليت هادي مي هذا ما عرفتش الثمن ديالو، ما مافيشيش العمر البنات، راهم زوينين راه حاطين منهم ما بقاش بزاف. وكاين هادو اللي داير لهم غير انغو، هادو البنات كيديروا هكا الريحه عزكم الله في الطواليت، راه غير انغو كيجيو فيهم 3 ديال لي بيس، كيكونوا حاطين حتى لاباري البنات شتو غير انغو. كاين هاد لي ماسك هادو ديال الرجلين اللي البنات ديما وديم الله كنبارطاجيهم معكم، راه يا اختي زوينين كيحمقوا للرجلين هادو البنات عن تجربه. الثمن ديالهم 2 أورو 98. الشفار البنات زوينه، لا مارك ديال مايبيلين، ها هي يا اختي ها هي ديال لا مارك، شي حاجه اللي رائعه البنات. ما لقيتش حتى هي ماسكارا، هاي البنات 5 أورو 99 ديال الشفار البنات. هادي البنات ما تاخذوهمش ما تاخذوهمش، انا راه خديتهم و مليوحين ما عجبونيش البنات، جيرين انا ما عجبونيش هادو. الزيت هادي البنات ديال لافوكا، الزيت ديال لافوكا الاخوات زوينه 3 أورو 69. تي هاد الروز هذا ديال الطاليان، ها نتوما البنات ديال الطاليان قال لك كيطيب 15 دقيقه في 2 كيلو، الثمن ديالو 1.79. استاج هذا البنات راه داير ليه اوفر البنات، اوفر سبيسيال شيغلو دوزيام ناقص 40%، فيه 250 غرام، الاول 3 أورو 49 والثاني كيبقى لك 2 أورو 9 سنتيم. خواتي راه ديما حاطينو في ليدل، فيه 500 غرام الثمن ديالو 1.85. البنات كيجي بحال هكا معسل، المهم هذا راه فيه غير 200 غرام الثمن ديالو 1.80. ها هكا معسل البنات، ها هي 1.80. غين بيو الاخوات هادي راه دايرين ليها ها هي البنات 1.15، غتبقى لكم ب 1.11 اوفر سبيسيال، ما ناقصينش فيها بزاف مي كوميم. البنات راه دايرين ليه الثمن ديالو 1.49. وكاين هاد الشاسي هادي اخوات، هادي شحال فيها؟ هادي فيها كيلو ونص، كيلو ونص. المهم نقول لكم الثمن ديالها 2.19 أورو. خوات راه الاول كتاخذيه ب 2 أورو 49 والثاني البنات 40%، الثاني كيبقى لك غير ب 1.49. الطماطيش راه كتجي زوينه زوينه الاخوات في الحريره، زوينه البنات. المهم هذا كيجي على هذا الشكل، هذا راه دايرين له في 500 غرام 13% من 79، غيبقى لكم ب 68 سنتيم البنات. وكاين هذا الموديل هذا كتجي فيه مطيشه صاينه، هذا الحك كتجي فيه مطيشه صاينه البنات، شوف راه بخوميير كاليتي من 89 سنتيم غيبقى لكم ب 79 سنتيم. وكاين هاد الطوماط كونسونطخي البنات، شوف البنات كتجي على هاد الشكل هذا فاقاطخ البنات، ها مطيشه يا اختي ديال الحك. المهم 14% من 3.70 أورو غتبقى لكم 3.18 أورو. الالمنيو الاخوات ها هو كيجي على هاد الشكل هذا، شوفوا البنات راه دايرين ليه 30% سيغلو دوزيام، الاول كتاخذي ب 2 أورو 79 والثاني الاخوات كيبقى لك غير ب 1.95. ها هي البنات فيه 30 متر. هادو ديال ليموشواغ زوينه كتجي تبارك الله كبيره، شوف البنات راه فيها 110 يعني ديال ليموشواغ، اول مره كنشوف هاد الحجم هذا. شوف الثمن ديالها 1.99. هادو البنات كتجي هكا فيها 500 غرام من 82 سنتيم، دايرين ليها 73 سنتيم. كنقول لكم تهلاو فرصكم البنات، ما تنساوش ليا واحد جيم وبارطاج الفيديو البنات، بارطاجوا الفيديو باش الفائده تعم وكلشي يستافد الاخوات. كنبغيكم بزاف، اللي مازال ما دارش ابوني دير ابوني. كنقول لكم مع السلامه.